بون الفيلا كاع ديال الجهة واه لا كاز الجهة معقودة الجهة معقودة صراحة معقدة الجهة معقدة وراه تمام صاحبي خاص الطب النفسي اي دابا لك سكت تقول ديك واحد الغول الصندر بعدا خلي انا جيت شي عندك ايزو الصون ولا هادي ولا ما هادوك خاويين جبتو وفي ذا استاذ لا وفي ذا اش كدير هذا انا خالي اخويا جا عندي اخويا ما عرفتش هذا جد صبحنا اخويا الله الا صبحني ما واحد الشاب وافط وصبحنا شاد ديجا السكنه مش حال هادي في الدبلاصه دابا واش تشاد السكنه صافي وزيد هو زيد تقطع واحد شويه زيد ما زال مفطرش والله زيد ما زال مفطرش يلاه دابا جاي خويا خالي قال لك خالي الحلف عافيكم انت وسان وقلنا ليه بالحبروري اليوم راه الفردي الفردي فين هو الفردي خالي؟ اه هو الفردي الله يزرع ياك الله يزرع الله يحطي معاه رد اخويا رد اليوم خالي ناوي علينا باين اخويا راه مجد الماتريال مجد 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 اخويا خلي اخويا ما درتش لي والو ولكن راه بيناتنا شي حسابات اخويا انا نيت يلا سير السلام عليكم اخوتي نتمنى تكونوا بخير المهم راه يلا فقنا مازال ما فطرنا ما والو عند خالي ديريكت الحجامه راك عارف قلنا لكم الواحد ما يفطرش غير غادي الحجامه على الاقل واحد ساعتين ديال المكان هكا اخو خالي ضروري ساعتين ونص ثلاثه السوايع كاع ولكن اخويا خالي يقول لي هذه الحجامه الجافه ما فهمتهاش انا غادي ندير واحد المساج دابا بالنسبه لل البومب و لي كورباتور ديال الكور دابا بالنسبه لسام ضروري يكون عنده دي كورباتور تشنجات حمض لبني غنحاولوا نفتسوا هادشي غادي نديروا دابا فهاد الحصه واحد المساج مساج باش غادي نضربوا بيستولي هو الاول باش يتحيدوا دوك باش الدور الدوره الدمويه مزيان في دوك العضلات وفي الالياف ابري غادي ندوز ليه بالكيسان حجامه متزحلقه في الظهر وفي الصدر حتى هو البوادرين في الظهر ابري ان شاء الله غدوز واحد السيمانه غادي نعاودو عاوتاني في نفس الشكل ديال الحجامه غادي نعاودو في الرجلين ان شاء الله رجلين. من بعد عاد غادي نعاودو التشراطي ان شاء الله هذه حجامه تقريبا 90% مساج وغادي ضروري غادي نشرط هذه المنطقه ديال الكاي اللي كنهضر عليها ديما اللي عندها علاقه بالكور كامل وجميع المشاكل اللي كتكون في الكور وتبع معنا مرحله مرحله ان شاء الله القضيه فيها ثاني التشراط القضيه فيها جوج تاع الكيسان ديال جوج تاع الكيسان جوج تاع الكيسان جوج تاع الكيسان حيت نبازيو على المساج المشكله مازال ما فطرنا كاع داكشي اللي فينا غيخرج دابا المهم اخويا كما قلت لكم راه الحجامه راه مهمه بزاف ثاني راه الحصه ديال الحجامه الجافه كما قال لكم خويا خالي راه مهمه حتى هي بزاف حنا غاديين معاه في لومبلوا ديالو حتى هو غاديين معاه كل حصه وكنديروها عنده وكيشرح لنا كيفاش الحجامه وان شاء الله راه عندها يعني عندها حتى هي الفوائد ديالها كما قلت لكم حاولوا ديروا الحجامه وخويا خالي راه في اي وقت راه كاين مرحبا تبارك الله عليك اخويا خالي حنا ديما معاك حنا راه متبعين يعني داكشي اللي كتقول لنا ما تفطروش خذوا هذه خذوا هذه خذوا هذه ضروري هذاك الديطاي صامرا الديطاي راه مزيان صراحه وان شاء الله ديريكت عند داك الزرت ياك اخويا خالي اللهم يسر خليكم مع الفيديو اخوتي باش نصور لكم كما العاده الطريقه ديال الحجامه الجافه اللي مختلفه شويه على هذيك الحجامه الاخرى والكمال الله اللهم يسر نهاركم مبروك واش الله يكون مخلوع تيخلع بارك تكون بلا الحجامه هذه مش كل الناس خرا ما والو لا تخافي من الله ما انا ما بدا زينا بعدك
Thank you.
هكذا مع اخويا خالد ضروري لا ان شاء الله تشوفوا شي نيفو طالع بزاف ان شاء الله سالم وسفيان ان شاء الله حيت متبعين واللي متبع راه كيلقى النتيجه الشيء اللي كاين الله يحفظك لي اخويا خالد وانتم غادي تشوفوا دابا كلشي في الفيديو ان شاء الله في الفيديو ان شاء الله غتشوفوا الفيديو وغتفرجوا وغنخلي لكم ديما اللوليان ديال لاباج ديال خويا خالد النمره ديال التليفون ديالو انطاقيه في الانستغرام دخلوا عندي حتى هو دخلوا لي خاصه شي معلومه ولا شي حاجه راه كيجاوب الدراري في الواتساب ولا في لاباج ديالو وهذا هو الفيديو كما قلنا لكم وتحيه لكم نشوفكم ثاني في فيديو جديد كما العاده الله يسكم معكم